السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، ورجعت لكم اليوم في مقطع جديد للعبة Red Dead Redemption 2. لكن هالمقطع بيكون شرح للعبة، كل الأشياء اللي تبي تعرفها علشان تبدأ في اللعبة وتنطلق فيها. حتى لو انطلقت في اللعبة وعرفت، أكيد في أشياء راح تستفيد منها في هذا المقطع. بتكلم عن الأسلحة، بتكلم عن الحصان، بتكلم عن العصابة، وكل شيء لازم تعرفه، والمهمات شلون يعني تستكشف بعض المهمات الجانبية. ما في حرق، ما راح أسوي أي مهمة. فهذا مقطع الشرح التفصيلي، أتمنى أنك ترسله لأصدقائك وكل الناس اللي عندهم Red Dead متوهقين في بعض الأشياء، راح ينفعهم إن شاء الله ويستفيدون منه. فننطلق الحين مع الشرح، وراح نبدأ في أول شيء موضوع الأسلحة. الموضوع الأسلحة فيه عمق كثير وأشياء لازم تعرفونها. أوكي، طيب أول شغلة عندي الحين بقولها لكم، لا تشتري أسلحة. يعني كبداية اللعبة لا تروح تحاول تشتري سلاح، لأنك بتخسر فلوسك، وممكن تلقى هذه الأسلحة في يعني في مغامرتك بشكل عام. طيب الحين عندنا هذا الويل مثل ما انتم شايفين، عندنا هني مسدسين. هذا بعدين راح تاخذون حقيبة تحط لك اثنين مع بعض. شوف الحين اقدر ارفع مسدسين، لان اذا كان عندك مسدسين وعندك اعداء راح يكون تصويب جدا قوي. عندك تقريبا 10 طلقات او 20 طلقة في نفس الوقت، وجدا مدمر اذا كان عندك المسدسين مع بعض. بقولكم بعدين من وين نسوي الطريقة ان يكون عندنا سلاحين. طيب الحين دائما ابيك تكون جاهز. انت لما تنطلق في مغامرتك لازم يكون عندك سلاح على اليمين او هني تحت. اوكي، شلون ناخذ هذه الاسلحه؟ اول شيء تروح عند حصانك، بس تقرب عنده بهالطريقه، تضغط على ال1. انا بتكلم بلاي ستيشن، اكثركم بلاي ستيشن ادري. هني تشوف طلع لي الحين اختيار RT والT، اللي هو R2 وL2 عند السلاحين هذول، لاني الحين صار عندي اقدر اخذ اشياء من الحصان نفسه. لما بعد عن الحصان شوف راح اللي هو R2 هني، لاني شايل شغلتين عادي، بس هني راح على الاسلحه، ما في، ما اقدر ابدل الاسلحه. اوكي، فنرجع للحصان مره ثانيه، نحط على السلاح مثلا. الحين نغير، اذا حطيت السرج راح يرد السلاح داخل. خلاص الحين ما معي شوتجن. شو لو بعد عن الحصان ما عندي شوتجن، اختفى. اوكي، هذه واحده بس عشان اشرح لكم ميكانكس طريقه السرج شلون تاخذ من الاغراض. رتبت امورك خلاص، وخر عن الحصان. خلاص هذه الاشياء الحين اخذناها من الحصان وجاهزه معانا. فالحين تشوفون الأسلحة ظاهرة على جسم الشخصية، معناته انهم معاي واكون جاهز، لان مرات يطلع لك قطاع طرق او تدخل في مهمة او شيء وتكون مو مجهز نفسك وما معاك الأسلحة وتتوهك. فدائما خل أسلحتك معاك طول الوقت. طيب الشغلة الثانية اللي لازم تعرفونها وجدا مهمة، انك تقدر تسوي كرافت للطلقات او السهم او حتى يعني المسدسات وغيره. بالإضافة انك لازم تنظف أسلحتك. أسلحتك هذه ما تشوفوا شلون الحين ناقصة رمادي، هذه الخطوط الرمادية يعني فيها نقص حاد صاير بالسلاح نفسه. شنو السبب؟ انا اقول لكم السبب. اضغط مره ثانيه اللي هو ال1، بعدين الستيك مين، تشوفون مينتين يعني امسكها بيدك. الحين مسكنا السلاح بيدنا، ليش مسكناه؟ تشوفون متضرر السلاح، عندنا يعني علامات حمراء، هذه لازم نتخلص منها. نضغط كلين اللي هو مربع او اكس في الاكس بوكس، شوف كلين. كلين طبعا مو شيء جمالي بس يعني تنظفه وخلاص، لا قاعد يزيد تحت الاشياء. طبعا هذا مو وسخ حيل للسلاح، لمرات يكون وسخ وانت تحس لما ترمي الاعداء تشوف ايمك مو مضبوط، يعني ما تحس انه دقيق، وتحس السلاح مرات يفلت ومو طبيعي يعني. اوكي، فهذه الطريقه تمسك السلاح. مثلا ناخذ المسدس هذا، نضغط منتين، شوف شكله، شوف الاحمر ايش كثر ناقص، لان السلاح وسخ. فنضغط كلين. طبعا هني استخدمت اويل، الفرد المسدسات الصغار هذه لازم تستخدم الاويل، فتقدر تشتريه او تلقاه يعني باللوت بشكل عام. الاعداء كل ما تسوي لوت تلقاه. تضغط بعد زوم، هذا يوريك شكل السلاح. هذا من ناحيه التنظيف، دائما تعتني باسلحتك بين كل وقت ووقت. حاول انك تاخذ لك بريك وتنظف الاسلحه وتكون جاهز، لان مرات مثل ما ذكرت انه في الايم انت تكون حاطه على العدو ترمي شويه يحذف السلاح يمين او يسار او ما يكون مضبوط، فالسبب يكون ان سلاحك وسخ او مو جاهز. طبعا يتعطل احيانا، فلازم توديه تصليح في المحل ويصلحونه لك. طيب الحين نتكلم عن الكرافتنج. الكرافتنج في الاسلحه والطلقات، اسلحتك تقدر تخليها فتاكه عن طريق الكرافتنج. انا اوريكم الحين، عندنا مثلا السهم هذا، الحين تشوفون هذا السهم العادي، لكن لو اسوي هني يسار، شوف حطيت فاير ويبن، بعدين اقدر اسوي واحد سام، واحد يكون دفعه قوي، وانواع تشوفون عندنا 8 انواع تقريبا من او 1 2 3 4 5 6 انواع. اوكي، 6 انواع من الاسهم. انا حاليا بس عندي العادي والناري. اوكي، الناري تشوفون هذا شيء مو طبيعي، اذا رميت عدو فيه يحترق يفحم على طول، بس مشكلة ما بيرمي احد هني اسوي مشكله ويجوني بعد الباونتي. واتكلم عن موضوع الباونتي شلون تتخلص منه، اللي كل ما تسوي جريمه يطلعون لك. اوكي، بخصوص الكرافتنج تعال نقعد هني عند النار، كرافت اند كوك ثاني واحدة، تضغطها اللي هي مربع او اكس في الاكس بوكس،
طيب الحين نشوف قائمة الكرافتنج. عندنا الكرافتنج البروفيجنز هذه اللي تكون الأشياء اللي تاكلها علشان تزيد الهيلث عندك والشمال الكهرباء العلامات هذه كلها اللي أنت تحتاج تكون كلها فول في يعني دائما في مغامرتك سواء في المهمة أو أنت تتمشى في العالم دائما تحتاج أكل علشان تكون صاحي. وأنت ممكن ما تحسون بهالشيء أنتوا تلعبون مرات تشوف آرثر تعبان يمشي ببطء أو إنه يكح أو هالأمور فهو يحتاج هذه الأشياء. اوكي ما نحتاج نسوي كرافت اللي تقدر تسوي كرافت يعطيك انديان توباكو زقاير. الحين هذه اللي كنت بتكلم عنها موضوع الاسلحه هذه شوف اكسبلوسيف يعني تتفجر طلقه تتفجر هذه طلقه تخترق يعني تقطع هذه كلها الطلقات وهذا السهم الناري اللي سويته عندنا هني امبروفد هذا سهم مطور وهذا سمول جيم هذا تقتل فيه شو اسمه الحيوانات الصغيره السهم هذا وطلقات اللي هي خمسه ما عندي مشكله خلينا نسوي لها كرافت. شوف طلع الطلقه صار الحين عندي طلقات متفجرة. نضغط مرة ثانية كرافت ما خلصنا سوالي واحدة ثانية سلق هذه ما ادري شنو الطلقة شوف الرينج والاكيرسي يزيد حيل من الطلقة هذه مو الطلقة العادية هاي طلقة السلق. عموما الاسلحة هذه مثل ما ذكرت الطلقات تغيرها لما يكون عندك اكشن قوي ولا اعداء. شوف هذا الرينج شوف الرينج مال الطلقة هذه بعيد يوصل ابعد فاذا كان عندك مسافات بعيدة مثل سنايبنج وكذا تستخدم هذه. وهذا التوموهوك التوموهوك ينفعك في الستيلث تجي من ورا واحد وتحذف عليه الفاس هذا تذبحه. طيب الحين خلصنا موضوع الأسلحة بس بوريكم شيء في محل الأسلحة وننتقل للنقطة اللي بعدها الحصان والأمور الثانية. أوكي الحين وصلنا لمحل الأسلحة طبعا في محل أسلحة أفضل من هذا في مناطق ثانية فأول شيء نأشر عليه دائما حطوا في بالكم اللعبة كلها مبنية على زر الـ L2 أو الـ LT لما تضغط يعطيك اختيارات شنو بتسوي على الحيوانات أو على الناس أو على أي شيء. طيب الحين نضغط نشوف عندنا اختيارات اول واحده دير بالكم اللي هي الار تي او شو اسمه الار 1 هي اللي راح توجه السلاح عليه اذا تبي تسرق المحل ما عندك مشكله. طيب ثاني شغله عندنا البراوز نشوف الاشياء اللي عنده او كستمايز على اسلحتنا اللي معانا. خلينا نشوف كستمايز اول ريبيترز رايفلز شوت جنز نشوف الشوت جن. على فكره اللي عنده اللي هو البري اوردر او النسخه السبيشل هذا الشوت جن راح تحصل عليه داخل المحل مجاني تقلب الكتاب راح تلقى الشوت جن هذا وتاخذه. هذا الشوت جن اخذته من عصابه لقيته طايح واخذته منهم. بقول لكم بعدين لازم اللي اذا بتاخذ سلاح العصابه لازم تخش اسلحتك في الحصان بعدين تاخذ من الارض ما يصير تاخذه انه راح يقط اللي معك. طيب كومبوننتس نشوف عندنا اللي هني انت تمشى على الاشياء شوف لينكث شوف هذا الحين 14 شوف ايش كثر راح يطول اللي هي السبطانه هذا عندكم تحت يبين ايش كثر راح يزيد من يعني قوه السلاح ودقته. تقدرون تلونون مثلا نسوي سلاح ذهبي شوف تحط كل شيء ذهبي. طيب خلصنا موضوع الاسلحه الحين وننتقل لموضوع الحصان والتفاصيل اللي فيه وكل الاسئله اللي سالتوني اياها. طيب الحين وصلنا بخصوص الحصان بس قبل هذا الشيء ابي اقول لكم عن شغله كل ما تشوف ناس حاول توجه عليهم تضغط جريت اللي هي تسلم عليه. شنو يفيدك هذا الشيء؟ مع الوقت سمعتك تصير طيبه لما تسلم على الناس سلم. هذا مثلا اللي عنده عربه بقول لكم سالفه عنه تقدر تاشر عليه وتطق كول اوت مثلث راح يقول لك ايش تبي؟ نادى مره ثانيه. هذا وسخ ما منه فائده العاده لما تكلم واحد عنده عربه يرد عليك يقول لك امر ايش تبي وتقول له ممكن وصلني او يعني يوصلك لمكان معين لمدينه معينه فتستفيد من هذه الاشياء. طيب الحين وصلنا لموضوع الحصان، الحصان كثير عليه اسئله بحاول اني اختصرها بشكل يعني واضح. اول شيء عندنا الاضافه، اذا انت شاري نسخه مسوي بري اوردر للعبه وعندك السبيشل في ناس مو عارفين وين حصان الحرب. حصان الحرب تروح للاسطبلات، الاسطبلات تلقونها في الخريطه بهالشكل. هذه علامه حذوه الحصان، عندك واحد هني، عندك بعد اسطبل ثاني هني. هذا واحد بعد. وفي واحد هني بنص الخريطه تقريبا هذا. اذا كان اذا تبي حصان الاضافه تلقاه في الاسطبلات، تدخل الاسطبل بهالطريقه. شنو بهالطريقه؟ بعد ايش خلاص؟ زين. الحين تقول اول شيء مانج اوند هورسز، يعني الحصن اللي انا املكهم انا حاطهم في الاسطبل دافع له فلوس واخليهم عنده، يعني تقدر تشيل في اللعبه اربع او اكثر احصنه حسب الاسطبل. عندي هذا حصاني العربي انا مسميه عرب. عندي هني هذا الحصان بدايه اللعبه، شوف شلون لفلت معاه. كل شيء يعني ان الحصان يحبني وبعد انه قوي وهالامور لاني من كثر ما استخدمته. هذا الحصان الكبير الاسود اللي اعطاني اياه في واحده من المهمات في البدايه ما عجبني حجمه فعلا كبير. وهذا حصان الحرب. هذا حصان الاضافه، اذا انت عندك اضافه او سبيشل او بري اوردر راح تلقى الحصان موجود هني، تشوفونه؟ هذا هو. تضغط بس A او اللي هو مثلث او Y وراح يركب عليه السرج وخلاص يصير حصان. شوف شلون ملفل معاي. ليفل افضل من هالحصان هذولي. اقول لكم الحين شلون تلفل مع الحصان وتخليه يعني يضبطك.
اوكي دخلنا الحين على التاك، عندنا اشياء ممكن نضبطها للحصان. اول شيء عندنا اللي هي شو اسمه السرج، في منه انواع، كل ما كان نوع غالي يكون افضل، انه مثلا شكليا افضل ويعني اريح لارثر. وعندكم كل واحد منه نوعين، نوع الستوك والامبروفد. الامبروفد يعني مطور من ناحيه الشكل، تشوفون عليه زخرفه وكذا، وايضا تقدر تلون السرج. عاد هذا الكستمايز يرجع لك انت شلون تبي، يعني حصانك شكله وكذا، تلون تختار اللي تبي. الحين نشوف الباجز، هذه الشنطه مهمه جدا وودك تشتري الكبيرة هذه. الكبيرة هذه تشيل أغراض أكثر، تقدر بعد تلونها وتاخذ أي لون عاجبك. الحين عندنا الوول، هذا الصوف، عندكم أنواع طبعا شكليا بعد راح تستخدمه وقت المخيم اللي يحط البساط اللي على الأرض. طيب الحين ثالث واحدة عندنا الستروبس، هذه اللي هي تحط رجلك عليها، تشوفون كل ما تشتري واحدة أغلى تشوفون تحت السبيد والأكسلريشن اللي هي الفزة، يعني بداية ركضة الحصان أو سرعته بشكل عام تزيد. وراح تحتاجون السرعة يا شباب، في مهمات يبي لك ركض مو طبيعي. فشوف الفرق بين مثلا اغلى واحده ب 36 واللي فوق ب 10، هذه شوف الفرق، فرق كبير. يعني لازم تشتري لك واحده يعني شوي غاليه ما عليه، بس انه تعطيك سرعه قويه للحصان. طيب الحين هذا هو الحصان، نبي نعرف شلون نتفاعل معاه وشلون نخلي الحصان يعني علاقته معانا افضل. اول ما تقرب عند الحصان يطلع لك هذه الاختيارات اللي على اليسار. اول واحده انك يعني تفتش اسمه السرج وتاخذ من الاغراض مثل ما ذكرت، الاسلحه وهذه الامور عن طريق الزر الاول. الزر الثاني الكارغو، هورس كارغو، هني اللي هي كل شيء، ان تعبي الحصان عندك اشياء. هذه القائمه جدا مهمه يا شباب، عندك المشروبات او الاشياء اللي تصيدها او تسوي لها سكن، كلها راح تكون في هالمكان، تشوفها تعرف يعني ايش اللي تحتاج او اللي ما تحتاج منها. عندكم ثاني واحده الاكل، كل الاكل اللي عندك، يعني هذا المخزن الكامل داخل الحصان. هذه المشروبات كلها راح اشرحها بعد شوي. عندكم انواع الزهور والنباتات، عندكم الاشياء اللي ممكن تبيعها او تسوي منها كرافتنج، الاسلحه، هني عندكم اشياء ثمينه، ساعات، وهذه كلها توديها المحلات تبيعها تعطيك فلوس قويه. عندنا بعد هني كل اشياء ثمينه مجوهرات تشوفون. وهني عندنا الرسائل، هذه جدا مهمه يا شباب، الرسائل لازم تدخلون عليها، خصوصا التريجر ماب هذا تضغط عليه راح يعطيك خرائط العصابات وين حاطين الكنوز. هذا المكان مألوف يعني ما بيحرق عليكم، انتم تحاولوا تشوفونه بعدين اذا حصلتوا على الخريطه، وراح تعرفون وين مكان بعض الكنوز. نضغط ال LT او اللي هي ال L2، طلع لنا اختيارات على الجنب مهمه جدا يا شباب. عندك البرش اللي هي التنظيف، هذه مهمه حيل. شوف الحين الحصان متضايق فبنظفه شوي، شوفون طلع لنا زائد بلس على اليمين، يعني فرح الحصان لما سويت له هالشيء. اول شيء انه هو استانس، ثاني شيء انه يكون انظف. النظافه راح تاثر ترى على انطباعه او ان حركته او انه مثل ما تقولون استجابته لك. فدائما كل وقت تلقاه فاضي وقف نظف الحصان. ثاني شيء عندنا الفيد، توكله، شوف وكلناه اعطاك هني بلس على اليمين، انعجب فيني الحصان يعني ضبط معاه. طق له البات، شوف طبطب عليه اوكي شوف قاعد ازيد من علاقتي مع الحصان. عندنا الفلي انا اقول لكم تحتاجونها مرات، انت رايح مهمه ستيلث قاعد تقرب بس الحصان لازق فيك غثك، عرفت؟ روح عنده او انك خايف عليه انه يقتلونه، طق فلي اللي هي بي او دائره، شوف زفيته، شوف يلا اذلف راح بعيد. الحين تاخذ راحتك في مهمات الستيلث، هذه مهمه جدا يا شباب، لا تدخل حصانك في نص معسكرات الاعداء لانه ممكن يذبحونه او انه يغثك يعني في بعض مهمات الستيلث ويخرب عليك. اخر شغله بشرحها يا شباب بخصوص الحصان، اذا انت كنت تركض، طبعا اذا كنت تطارد عدو ولا عدو يطاردك، دير بالكم من الحواف هذه، ممكن تقتل حصانك بسبب الطيحات هذه، او انك تقدر تعالجه، بقول لكم الحين طريقه. طيب الحين الركض بشكل عام يعني واضح انه ينقص الاستامنا اللي هي علامه الكهرباء هذه للحصان اللي عليها علامه الحذوه، هذه قاعد تنقص الحين بمجرد الركض. اذا كنت تطارد عدو او عدو يطاردك لازم تنقص هذه. فشو تسوي اذا كان الشيء مهم جدا اللي قاعد تطارده او انك منحاش من اعداء، اضغط اللي هي القائمه، روح على ايتمز، هذه لك انت تقدر تاكل وانت فوق الحصان، تاخذ اي شيء من هذه الاشياء، وكل واحده عليها علامات داله يعني شنو الشيء اللي انت راح تزيده. هذه راح تزيد عندك كل شيء، هذا هيلث تونكس، هذا اقوى واحد، شوفوا يزيد كل الاشياء عندي بس ليفل 2 يعني ما يزيدهم ليفل 3، هذا كلهم يزيدهم ليفل 1، هذا يفول لك كل شيء. الحين عندنا اخر شيء بالحصان موضوع الهورس، وانت قاعد تركض تقدر تعبي طاقه الحصان اللي هي الستامينا، شوف هاي علامه الكهرباء نمبر 2 راح تفيدك جدا جدا هذا المشروب عند المشاكل والجرائم اللي تصير مع الاعداء. دائما اذا كان لون المشروب ذهبي او اصفر بهالطريقه يعني مهم وراح يعطيك فل تقريبا. هنا عندي بعد مجموعه اقنعه نوريكم على الجمجمه او الثاني، هذه الماسكات تلقاها بسرج الحصان لانه مو شايلها ارثر معاه، شوف هذه ينفعني حق المهمات السطو. هني المشروبات مثل ما ذكرت، هذا
هورس ريفايفر، هذا مهم تشتريه ركزوا عليه، اللي هو هورس ريفايفر لازم يكون معك دائما ثلاثة. اي وقت يطيح حصانك يرمون الاعداء يطيح على الارض، او انه تدعم لك شيء او يطيح من جبل، راح تقدر يكون على الارض تقدر تقتله تريحه من الموت انزين، او تعطيه العلاج هذا اللي قلتكم عنه لازم يكون عندكم مهم جدا. الحين موضوع الاحصنه، في ناس سالوني شلون اصيد حصان او منين اجيب الاحصنه، انا اقول لك حط على اللي هو الويبنز على الحبل، وتشوفون عندنا هني احصنه، طبعا تقدر تقتل اي واحد تاخذ حصانه ويصير لك وتبيعه وكيفك. الحين مثلا عاجبني هذا الحصان الاسود، الاحصنه مثل ما ذكرت تلقاهم بالطبيعه مثل ما انتم شايفين، او انك تسرقهم الاعداء او اي كيفك. بس بقول لكم الحصان البري لما تصيده او شيء يقول كام، شوف الاكس هذه اضغط مره مرتين يعني تهدي شوي تهدي اعصابه لين تحسه ركض ما قام يعني يصارخ، قرب اركب، لما تركب اضغط الستيك تحت قاعده خليه يقعد، شوف ثبتته او يمين اذا حسيت انك ميلان يمين يسار يمين يسار، واضغط تحت 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 بالستيك قاعده، شوف اقعد اقعد كانك تقول اثبت نزل الستيك تحت. شوف انا الحين روضت الحصان بسهوله ما قطني على الارض، اذا انت ما ضبطت الحركه راح يقطك على الارض تضطر تلحقه مره ثانيه وتربطه وهكذا. فالستيك تحت يا شباب اضغطوها راح تثبت الحصان بالارض وتخليه يعني يهدى بسرعه. صار الحين عندي حصانين، الحين عندي اختيارات، اذا الحصان هذا الوايلد هورس عاجبك تقدر تخليه حصانك توديه الاسطبل تنظفه تركب عليه السرج ويصير حصانك، او تقدر توديه تبيعه يعني يجيب لك يمكن 4 5 دولار سعر حلو، بس يعني ما يسوى العناء انك تروح تصيده وترجع وهالامور. شو الحين صار عندي حصانين، وفي ترك بسيط بس هذا الحين في قسم الصيد اللي الحين ندخل فيه، تقدر تستفيد من الحصانين تاخذهم اثنينهم في الصيد تركب عليهم مثلا غزال، واحد على ظهر غزال والثاني على ظهره مثلا حيوان ثاني ذيب ولا شيء، وتعلق على الجوانب بعد فتستفيد من هالشغله، او يمكن الجوانب ما يصير على الحصان هذاك بس اللي فيه سرج. فهذه يعني نقطه حلوه انك تستفيد من حصانين في رحله اللي هو الصيد وهالامور. شوف الانفو يوريك نوعه وقوته، لونه بلاك تشوفون قوته هني كل شيء، اذا عجبك مثلا تاخذ اذا ما عجبك تخليه يولي. طيب شيء مهم يا شباب، الحين انا الحين ابي اسوي مهمه، مثلا وصلت عند مهمه وعليها قفل او لون رمادي، اول حين مثلا بسوي تخييم، شوف بخيم بس لون رمادي مخيم ما اقدر اسوي، ليش؟ لو تلاحظون في الخريطه في اشاره حمراء، هذه هذا الخط الاحمر الغامض شوي اللي قاعد يتحرك عباره عن خطر موجود في المكان. مثلا لو نضغط ماب راح يقول لك ان في هني شوف باونتي هانترز قاعدين يدورونك اعداء، فهذول مخلين المهمات اذا كانت لونها اصفر شوف صارت مقفله بسبب انه موجودين الباونتي قريبين عليك، يعني انت عبالك ان المهمه تحتاج وقت معين، لا السبب انه في عصابه موجودين، او حتى لما يكون عندك ذيب او دب او اي حيوان راح تتقفل عليك المهمات وحتى ما تقدر تسوي مخيم. تختار كم ساعه تبي، 4 ساعات 10 ساعات 16 ساعه، نون يعني الظهر، انا احب جو الظهر، الصبح ما احب تكون الشمس منخفضه شوي، فنضغط اللي هو نون ايه. الحين راح ينام ارثر ليل الظهر ويفول عنده كل الاشياء الاستامينا الهيلث، حتى الحصان راح يرتاح، فدائما حاول انك يعني كل ما يصير الليل نام، ضروري انك تنام يا بالمخيم عند ربعك او تنام هني علشان كل شيء يصير له ريستور وترجع وتشوف الحياه حلوه وملونه وتقدر تكمل مشوارك. دائما لا تخلي الخيمه، عطها بي شيل خيمتك. فالحين صار النهار، هذه بس نقطه عشان اقول لكم شلون تغير الجو اذا كان مو عاجبك الليل عن طريق اللي هي الخيمه. اوكي شباب الحين راح نتكلم عن موضوع اللي هو الصيد بشكل عام والحيوانات الليجندري ومن وين تحصلها وكل شيء وش تسوي بالضبط. شوف الباونتي هذول جاييني، انا علي باونتي قوي 300 دولار تقريبا، كل ما زاد الباونتي راح يجيك اعداء اكثر، فشكله بيصير اكشن الحين. بس دائما مثل ما ذكرت خليك مستعد، روح عند الحصان. السلاح عندي هذا سيء سيء، طلقتين ما مات، الدمج فيه ضعيف. كفو والله. باقي واحد هنا لا مات. دايما سولوت. مرات تلقى ساعة يعني سعرها 10 دولار. تخيل 10 دولار مو بسيطة في اللعبة. طيب شباب الحين بنتكلم عن موضوع الصيد في اللعبة، أول شيء بركز على موضوع الليجندري لأن أكثر الناس عليهم عندهم أسئلة على موضوع الحيوانات الليجندري ومن وين حصلها. لازم أول شيء تسوي مهمات البداية في مع شخصية هوسي، شخصية هوسي راح تنطلق معاه في رحلة تصيدون دب ليجندري الدب الأعور. الدب هذا إذا صدته لازم تودي السكن ماله في مكان معين، إذا ضاع منك السكن الله يعينك، أولا لا تحاتي سعره يمكن تقريبا 40 أو 60
دولار، شيء مبلغ مو بسيط طبعا، لكن اذا ضاع ما عندك مشكله، راح ينفتح لك لبسه موجود عند شخص معين بوريكم. مثل ما شفت انا عندي لبس اللي هو اللي شو اسمه الثور، البس قرون وكذا لاني صدت اللي هو الثور الليجندري. طيب شلون اعرف اماكن الحيوانات الليجندري؟ لما انت تخلص المهمه مع هوسي راح يعطيك خريطه، الخريطه تلقاها بالستاج هني، هذا مكانها. شوف يعطيك خريطه اللعبه الفعليه بس يعني مرسومه بشكل حلو، تشوفون هني الحيوانات تقريبا. هذا من هنا نبدا رقم واحد، شوف هذا الفهد الاسود، اوه بعدين هذا بالصحراء عندنا الغزال بايسن او ثور، عندنا هني ذيب وثعلب، خنزير صدتها خنزير ذهبي. فشلون نعرف مكانهم؟ نخلص مهمه هوسي يعطينا هذه الخريطه نعرف اماكنهم. لما نوصل عند مكان حيوان معين نفس الخريطه تقريبا تسوي اللي هي الحاسه، انا مسميها الحاسه، هذه الحاسه راح تعطيك اماكن مرور الحيوانات او الاثر اذا كان في يعني رذاذ اصفر يتحرك مثل هذا. تشوفون شوف الحين طلع لي هذه نبته، كل النباتات هذه ايت على طول تقدر تاكلها او بيك اب، هذه عن طريق الحاسه هذه اللي تبين لك وين اماكن الاشياء اللي لازم تعرفها. فالفكره ان لما تعرف مكان الليجندري انيمال تروح المكان بعدين تصيده، اذا صدته تودي السكن ماله لمكان معين ما تودي الجزار العادي. اوكي صدنا هذا الغزال، طبعا ضربه واحده بالراس بالسهم. لا تضربون الحيوانات في الاسلحه يا شباب، منها تخسر طلقاتك، منها يعني يتضرر الحيوان يكون سعره ارخص. حلو خوش غزال هذا سمين. زين نحطه على الحصان. الحين انا رايح المخيم يعني علشان اعطي شو اسمه العصابه اعطيهم الاكل هذا. طيب مخيم العصابه قريب بس ما بيرجع لهم بس في هذا الشيء، ندور لنا حيوان ثاني. هذا شنو؟ غزال بس معفن عليه ذبان، مو انا اللي ذابحه فخليه يولي. عندكم هنا ارانب، ارانب حلوه حق المخيم، بس في طريقه حلوه انك مو شرط يعني حتى بالسهم، مو شرط انك تضربه بالسهم، ممكن تدوس عليه. اركض شوف 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 محظوظ الارنب هذا، ايوه كاني دسته. حلو هذا هو هذا الارنب الحين صدناه بس بمجرد الحصان بدون ما شو اسمه نضربه باي سهم. فاعتقد انه 3 نجوم اللي هو الجلد مو مقطع ولا شيء. ركب الحين شنو يقدر يشيل الحصان؟ انا اقول لكم راح يشيل 3 جلود وحيوانين على اليمين على اليسار او طيور والحيوان هذا الكبير. يعني اذا انت رايح المخيم حاول انك ترجع فل، يعني لا ترجع بشغله واحده عشان تستفيد منها. ندور بعد حيوانات شوي بعدين نرجع المخيم. طيب لقينا هني حيوان بعد، 1 2 3. حلو صدنا الحين 3 بس كلهم بنسوي لهم سكن تقريبا لان حجمهم كبير. شوفوا شباب الحين انا مو ذبحت الاول خليته لحم على الارض، هذا يعتبر فخ لي منه للنسور. شوفوا الحين طبوا 2 نسور نقدر نبيع منهم. راح واحد او غربان، لا انسى عاد تصيده بالهواء بسهم ممكن بس صعبه شوي. هذا الغراب صدناه بيك اب. هلا والله تعال حصان. طيب الحين اتوقع انه كافي، صار عندي اللي هو الغراب والارنب والغزال وجلود، الجلود اللي تحت الغزال، يعني العدد كميه مناسبه. الحين ممكن ارجع المخيم واقول لكم شلون نعطي العصابه كتبرع او ان اوكي ابغى تطيح ان نروح نبيعها. دائما انتبهوا من المنحدرات هذه. أوه. اوكي شباب الحين رجعنا للمخيم، طبعا الحصان مثل ما ذكرت ربطناه هناك وحطينا على الحيوانات مثل ماي، مو شرط انك تجيب الحيوان هني فعليا، في ناس يشيلونه ليه المكان مو لازم. نضغط دونيت اللي هي تبرع. الحين فتح لي القائمه هذه، هذه قائمه المبيعات اللي او اني اعطيها العصابه. مثل ما انت شايف ننزل تحت عندنا هذه الجلود، صدنا 2 من الحيوانات. شوف فرق عن النجوم حسب حاله الحيوان وين اصفته بالضبط، فنعطيهم. اوكي هذا 1 وهذا الثاني. بعض الاشياء راح يعطيك عليها فلوس، بعضها ما يعطيك، مثل هذا الغزال الكامل. الغزال مو تشيله تجيبه عند هذا، لا خله على الحصان بس هنا تضغط يلا تعطيهم. شوف تبرعت بالغزال، ودائما اللحوم عطهم يعني خل عندك 2 من كل نوع مثلا. عندك هني الحيه، انا الحيه هذه انا صايدها بالجبال فتعبت عليها ما بيعطيها العصابه، اقدر بعدين اسوي منها بويزن او اشياء سامه. طيب الحين بخصوص تطوير المخيم عندنا شغلتين، اول شيء هني البوكس هذا، البوكس هذا اللي تحط فيه فلوس للعصابه، عندنا فوق مشكله 30 دولار بس يعني شيء بسيط، لان كان عندي 100 وشوي بس طورت شو اسمه اللي هو المخيم فراحت الفلوس. اوكي الحين نضغط واي. شوف الحين تقدر تحط لهم فلوس العصابه، جيف ايتم او ماني، بقول مثلا جيف ماني
عن طريق صندوقها، بس توصل عند الصندوق هذا اضغط راح يفتح لك المجال انك تعطي فلوس. نعطي مثلا $10، شوف حطينا فلوس للعصابه. اول شيء العصابه حبوك طلع علامه البلس، زائد انك تسوي تطويرات. تطويرات تلقاها هني، هذا الكتاب اللي يخليك تطور مكان. طبعا تشوف حسابات، راجع شنو حسابات العصابه. انا هني قاط 140 على شريت لهم بيت الدجاج، طبعا يعطيهم اكل. في شغلات مهمه شغلات مو مهمه. هني تقدر تشتري للعصابه من فلوسهم مو من فلوسك، تشتري لهم اشياء مثلا علاج، اكل، اسلحه، مخيم. شفت هذا اللي مربط الفرس، لان اكثر حصانهم مو مربطه، تقدر تشتري لهم هذا، بس اشياء غاليه بعدين طبعا تطورها. اوكي شريت هذا لهم من فلوسي، شوف طورت هني طلع لي الاسلحه او حط لي اغراض هني. ممكن شوف كل ما ارجع راح اخذ اسلحه مجانيه، فمهم انك تطور اللي هو مكان الاسلحه هذا. شوف اوكي بعدين اذا صار عندك فلوس، عندك هذا 176 شوي غالي داتش، اذا طورتها راح يعطيني خريطه داخل خيمه ارثر يصير فيها فاست ترافل. انا الأمانة ما بيدفع هالمبلغ الكبير، لكن عشانكم بدفع. اوكي دفعت كل الفلوس، شوف خيمه داتش طورت الحين، شوف صار فيها هذا غوري حليب وموسيقى وفرو، ضبطناها شوي. الحين نكست $260. شوف انا طيرت فلوسي كلها، بس اقول لكم 260 دولار راح تعطيك ارثرز وونت اماب تو هيلب بلان جونريز. هذه يبي لي الحين اجمع فلوس، بحاول اني اسرق بيوت وعصابات عشان اجمع الفلوس. راح يصير عندي شنو؟ طبعا بعد ما طورنا خيمه داتش، الحين بيتي ممكن اطوره، هو النكست ابجريد. راح يكون هني في خريطه تعطيك فاست ترافل، تتنقل اي مكان تبي في خريطه اللعبه او عالم اللعبه. طيب الحين بالنسبه للشخصيه عندنا الحلاقه. الحلاقه اذا تبي تطول لحيتك لازم فتره ما تحلق، بس اذا تبي يعني تقصرها براحتك. هني مثلا عندنا الشنب، انا دائما ستايلي الحين مسوي ولفرين، اشيل الشنب واشيل هذه بس تخلي زلوفه بهالطريقه. طبعا الشعر لازم تروح للحلاق عشان تضبطه. اللبس هني شوف هني عندك سليب او انتراكت مع الصور والتحف اللي عندك، او تقعد. لا ارجع ورا شوي راح يطلع لك تشينج كلوثينج. هني مو بس تغير البدله، تقدر تحطها داخل الحصان. ليش؟ انا اقول لك الحين عندك الشتاء والصيف، اذا انت بمكان صيفي تلبس صيفي، اذا انت بمكان شتوي تلبس شتوي. عندنا هذه الاقنعه تشترونها من محل واحد، المحلات اللي يبيع الاسلحه بنص الخريطه تقريبا عنده اقنعه تستخدمها في السطو والعصابات والسوالف. اوكي شباب حاليا انا عندي الكوستوم اوتفيتس، انا مسويهم بنفسي مصممهم او في اشياء جاهزه. انا مسيف ثنتين الحين، هذه احبها وقت المغامرات والمهمات والعصابات، استخدم هذه البدله لان شكلها عاجبني. هذه البدلة صيفية مخليها وقت الصيف، إذا أنت بمكان حار لازم تلبس خفيف علشان الاستامينا. شوف مكتوب عندك outfit is suitable for the hot temperatures، مكتوب على اليسار تحت إنها زينة للصيف. أوكي هذه للشتاء، شوف الشتاء لأن كل شيء لابسه شتوي. إذا رحت في الأماكن الثلجية تحتاج إنك تلبس ثقيل علشان الاستامينا والهيلث عندك ما ينقص بسرعة أو إنه يسوي ريتشارج، فلازم تلبس عدل. فتسوي لك لبس شتوي ولبس صيفي ولبس يعني سواق حق المغامرات والامور. في عندك على اليمين اللي هو مربع والاكس ستور ان ذا هورس، لازم تحط لك بدله شتويه، هذه حطيناها الحين بالحصان، والبدله الثانيه الصيفيه، فصار عندنا صيفي وشتوي. اقدر احط واحده بعد اللي هي هذه للجرام، او مو هذه، نشوف لنا واحده ثانيه. نضغط على هذه بعدين نروح على الهورس، نروح على البدلات تحت نغير اللي هي البدله الثانيه هذه. لا هذه جان سلينجر، لحظة ما في هذه. هذه شنو؟ شوف هذه البدلة الشتوية، وقت الشتاء نلبسها عشان تتعرف على أفراد العصابة. دايم في المخيم اخذ الأشياء طالعهم، سوي فليب يمكن يطلع لك شيء، ماكو شيء خلاص. طيب تشوفون الحين هافير حاط لي مهمة أقدر أخذها، إن هي روب. هذه مهمة جانبية يعني هوم سيتد، يعني إن مهمة نسرق بيت أنا وياه، اقدر اسويها الحين او لا. مع انها تعطيك فلوس فركزوا على هذه، علامتها بيضه تشوفونها. الثانيه اللي وراها اللي عند الشجره هذاك عنده مهمه قصه اللي هي لونها اصفر، القصه اصفر والابيض مهمه جانبيه. سلم دائما سلم مالي، دائما سلم عليهم لا تطنشهم. هلا والله. القهوه تفول لك الاستامينا وكل شيء. درينك او بوت اواي درينك، طبعا ايش صابينا. شوف لازم تقهوى كل يوم، خلاص شرب من القهوة الحين. شوف عندك الستامينا الهيلث كل شيء ممتاز، هو اساسا فل لاني كنت نايم. سلم سلم. تقدر تغثهم تستعبط عليهم. هذا الخياط اللي يضبط لك الاشياء الليجندري، اذا صرت حيوان ليجندري
تعال بيع عند هذا، هو اللي راح يشتري منك ويضبطك باشياء. هذا هو علامه اسمه ترابر موجود هني. اوكي نكلم الحين، تقدر تضغط سيل تبيع الاشياء او نشتري، احنا جايين نشتري. اي هني البدل، تشوفون عندكم بدله الدب اللي ذبحناه الاعور، هذا هو موجود عنده. عندكم بدله تراكون، بدله ما ادري شنو هذه، طيور، هذه بعد طيور، هذه حيوان ثاني، هذه تمساح او دث، المهم ان هذه تمساح. عندك الفيست، عندك هذه حيه، نحتاج حيه ونحتاج ما ادري شنو الحيوان الثاني. الحيوانات اذا تبي تعرفهم تدش على قائمه الحيوانات، يقول لك اي حيوان او وين مكانه بالضبط. فهذا هو الليجندري، اللي يبحث عن الليجندري. انا صدت الثور، شوف قدرت اشتري القبعه لان انا صايده، والحين اقدر بعد عندي للحين شوف شال صايد الحيوان، فاقدر اخذ اللي هو الجاكيت او لا الاشياء الثانيه تحتاج حيوانات ثانيه مشتركه. اوكي الحين نجي عند السؤال اللي بعده، شلون انا اجيب فلوس؟ الحين انا خسرت فلوسي عشانكم طبعا اطور المخيم، لكن الحين ابي اجيب فلوس. في اكثر من طريقه، انا وصلت تقريبا 700 دولار من مجرد الاشياء اللي سويتها في عالم اللعبه، لكن طيرتها على اشياء وشريت لي ملابس حلوه وليجندري هالامور. الفلوس منين نجيبها؟ في ناس تقدر تشوفون هذه مثلا علامه الفلوس، هذا واحد انت تروح تهدده وتاخذ منه فلوس. عندك بيوت تسرقها، عندك الروب اللي هي تسوي سطو على المحلات بس شوي يعني بتجيب عليك باونتي وتغثك هذه، بس ممكن تطيح لك على مبالغ حلوه. وعندكم هذه الباونتي هانتر، البوسترات اللي تاخذهم من الشرف اللي هو هني، هذا الشرطي وين مكانه تقريبا هني، هذا البيت هذا هو الشرطي. انا علي باونتي الحين 135. اذا عندك باونتي تبي تدفعها ما تبي تنغث كل شوي لاحقينك ناس، تروح عند علامه الرساله هذه في اي مدينه تدفع الباونتي، خلاص تصير انت مو مطلوب. هذه يا شباب روح السوق، هذا السوق مو طبيعي، هذا في فندق وفي هني سوق، في ملابس وفي اشياء يعني مو طبيعيه من ناحيه الاسلحه واشياء تشتريها. السوق اللي هني من اكبر اللي هني ستروبري، تشوفون هذه الفراوله اللوجو هذا هني. عندك الفاست ترافل يا شباب، هذه العلامه اللي هي العربه، العربه هاي توديك فاست ترافل، يعني بتسافر من المدينه هذه لين تحطك على نفس مكانها بالضبط، يعني نفس اللوجو بالضبط توديك لهني. هاي تشوفونها بس حاليا مقفله ما ادري ليش، لازم تروح تشوف السالفه. توديك مثلا من هني لفوق لهني، شوفوا طلع لي مسج ان الحين الوضع حر وانا لابس لبس ثقيل، ونفس ارثر قاعد يلهث يتنفس بصعوبه لان هني الجو حار. شوفونه، شوفوا ارثر الحين شلون تعبان قاعد يتنفس بصعوبه. عند البدلات ناخذ هذه، هاي الصيفيه، شوف الحين تعدل شكله صار مرتاح. اوكي تضغط ستارت، بعدين تروح على بلاير، البلاير راح يفتح لك ارثر او الحصان، نضغط على ارثر. طيب هذا الحين شخصيه ارثر، عندنا اوفر فيو هني معلومات عنه، هني الاونر معدل الاونر عندي، تقدر تضغط ستارت برا ويقول لك. الحين اندر ويت، انا ضعيف، الدمج ناقص عندي 5% لاني جسمي ضعيف، لازم اكل عشان اكون امتن شوي ويعني اتحمل طلقات اكثر وات ايفر. المهم عندنا هني فير اللي هو تمبرتشر الحراره، قبل شوي لو اني لابس الشتويه راح هني يتغير الكلام هذا. ويل بينج ما ادري شنو هاي، ديد اي اوكي. وهني عندنا بيركات، في بيركات تركبها، راح عندي انا كم بيرك بس ما ادري ليش انشالوا، الظاهر اني غيرت البدله، تركبها تزيد لك الاستامنا، تزيد لك التحمل وهالامور هني في البيركات هذه في الشخصيه. عندنا الحصان هني ليفله 3، 3 من 5، اذا وصل 5 خلاص يصير ماستر الحصان. عندنا هني الهيلث كم في المية تحت، تشوفون ليفل الهيلث عنده 4، عندك الاستامنا تزيده 5، عندك النظافة كلين، المود هادي الحصان مو معصب ولا شيء، ممكن يكون جوعان ممكن يكون شيء يبين لك هني. عندنا نوع السرج اللي عليه. وفي النهاية أتمنى عجبكم هذا الشرح، أنا والله تعبت عليه صراحة، كتبت أوراق وحاولت أصور يعني كل شيء أتكلم عنه. فأتمنى اللي أبي منكم تدعمون المقطع هذا، تنشرون لأصدقائكم، خلوا الناس تستفيد، ويعطيكم الف عافيه. وان شاء الله في المستقبل راح اسوي مقطع بيكون ليتس بلاي لكن لمهمات جانبيه، كل اللي سويتهم فري رومنج لكن بسوي مهمات جانبيه ونستمتع مع بعض. هذا سترينجر على الطاير. اوكي توني بختم مقطع بس طلع لي. بخصوص السترينجرز او الغرباء، تشوفونهم في عالم اللعبه مهمين جدا، تساعدهم لانه يعطونك مرات خرائط، يعطونك فلوس، يعطونك معلومه مكان عصابات. اكسبت او روب، شوف الاختيارات على اليمين، اقدر اني اسرقه اللي هي روب، دير بالك من روب هذه. اكسبت ديكلاين، هو قال لي ابيك تحرس مكاني لين اجيب عربه ثانيه، اعطيك اكسبت. اوكي شوف اول شيء الاونر عندي زاد، ثاني شيء راح يضبطني بشيء ما ادري شنو، مرات يعني في ناس يعلمونك اشياء مهمه.
اماكن اعداء او والله خوش حصان عنده لون احمر. انا ما راح انتظر الحين بختم المقطع، بس اقول لكم ان هذه من الاشياء اللي تسويها مع السترينجرز، دائما ساعدهم لانه يفيدونك. مره واحد اعطاني قلم بعته بمبلغ يعني حلو، مره واحد اعطاني خريطه كنز، يعني اشياء مفيده فعلا لما تساعد الغرباء الموجودين. على العموم اتمنى هذا المقطع عجبكم، اتمنى استفدتوا منه، اتمنى انه ما يوقف عندكم شوي، تعبت عليه كتابه وشرح وتسجيل وكل الامور، فبس اللي ابي اشوف نتيجه يعني يستحق هذا المقطع. ارسلوا لاصدقائكم، واذا استفدتوا منه اذكروا لي في الكومنت، واللايك والشير كلها تفيد، ويعطيكم الف عافيه. ان شاء الله بسوي مقطع ثالث للعبه، بس يكون مهمات جانبيه، لكن قبله ممكن المراجعه. فالحين بين المراجعه وهذا تقريبا وصلت الربع ثلث القصه ما ادري، بس بكمل ان شاء الله نسوي المراجعه ونكمل ان شاء الله في تقنيه تردد. ففي النهايه يعطيكم الف عافيه على المتابعه. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامه.